دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سافيها؟ واعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار احمد والرحمن ناشيها، قصرها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم مدائن في الافاق قد بنيت، امست خرابا وافنى الدهر اهليها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. ايها الاخوة المؤمنون، نعيش الان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قاري الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بأم الزين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد رمزي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا Say.
إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا لا تخلف
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن
والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد واتقوا الله
أكبر. واتقوا الله لكل مصيبة وتجلدي واعلم واعلم بأن المرء غير مخلد من لم يصب بمصيبة يسلو بها هذا مصير لست فيه بأوحدي إذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بأمزيد مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد رمزي مخزن الفراشة الكبرى أدار الحاج السيد عبد الغني بميت أبو خالد هندسة الكهرباء الكبرى أدار الحاج عبد العزيز أبو هاشم أولاده بميت أبو خالد خدمة الفندقية الممتازة وفيه التالي بعود الطرفة الهندسة الصوتية الكبرى محمد جمعة النخاس وحدة التصوير البث الهوائي عميد مصوري مصر مهندس ناصر صلاح وأولاده مهندس ناصر صلاح والمهندس محمد ناصر صلاح وسعيكم مشكور جميعا